خليت فيها شيء أي معذب وانت خليت فيها شيء أي معذب يلي بديت الغير علي المعذبات وضاعت وش بقى يا خلني ساكت 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 لا تنبش جروحي لا 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 تنبش جروحي والمعذبات ضاعت وش بقى يا روحي خلني ساكت لا تنبش جروحي لا 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 تنبش جروحي وي معزة علمني الوقت وعلمني علمني اعبر فوق جرحي واتبسم وعلمني الوقت علمني علمني اعبر فوق جرحي واتبسم لو ما عثرات لو ما عثرات ما تعلم ما تعلم وبنادم وبنادم لو ما عثرات لو ما عثرات ما تعلم ما تعلم دموعي نهر جاري نهر جاري ما تراجع عن قراري ما تراجع عن قراري بقت كلمة أقولها وبس أقولها وبس أقولها وبس أنا اليوم غير اللمس غير اللمس والمعذبات تنبش جروحي أي معزّة
مساء المعزة والمحبة والشوق والذوق لكل مشاهدي تلفزيون الرأي وبرنامج رأيكم شباب. بصراحة يعني بداية أنا أشوفها بداية حماسية وطربية غنائية، فالمكتوب مبين من عنوان أن اليوم إن شاء الله تستمتعون معنا بحلقة رائعة على الهواء مباشرة. أنا وشيخة، شلونك شيخة؟ تمام، شخبارك؟ خير الله يسلمك. شلونك بهالمساء؟ مساء حلو طبعا، عشان كذا انا خلني ساكت، خلنا ساكتين احنا عشان نسمع الصوت الشجي. صح، طبعا امتعنا عبد الله الصراحه بصوته، يعني عبد الله لا تبخل علينا جد بالاغاني اللي قاعد تنزلها، بالاجواء اللي قاعد تسويها لنا. يعني انت سنين تغني بعراس ومغني شعبي مثل ما يقولون، نزلت مؤخرا غنيتين سنجل، ايش معنى من بعد طول هالسنين نزلت؟ يعني ليش بخلت علينا طول هالسنين؟ أول شيء بمسيكم بالخير شيخة صالح. بالنسبة حق الأغاني السنجل، إحنا ما شاء الله بالكويت بحر، يعني ما شاء الله في فنانين وايد شعبيين وفي فنانين ستار ما شاء الله نجوم، يعني وحتى الفنانين اللي برا يعني أغلبهم طلعوا من الكويت. صحيح. فواحد لازم يكون عنده مو بس ثقة، لازم هو يدري شنو بيسوي. نعم. يعني هي مثل خطة. صحيح. مثل اي شيء اذا بنسوي لازم نخطط له ونفكر له، واحنا اليوم خطتنا مختلفه، عشان كذي معانا اليوم الفنان الشاب عبد الله الفيلوتشاوي اللي تميز واسمه ما شاء الله في يعني سوق الاعراس، خلينا نكون واقعيين في ان اسم مميز وتقدم الاغاني الشعبيه، وفجاه تغير عبد الله الفيلوتشاوي نوعا ما بالشكل وايضا بالمضمون، وقام واثبت لنا في انه هو يغني كل الالوان الغنائيه، من اغاني صعبه، اغاني شعبيه، اغاني هاديه ورومانسيه. فعشان كذا اليوم عبد الله الفيلوتشاوي معنا على الهواء مباشره من خلال رايكم شباب. عبد الله، احنا وايد مستانسين ان انت موجود معنا. سالم مبارك، انا يعني اسعد صراحه، وشكرا على قبول الدعوه وان انت موجود معنا اليوم، وراح تطربنا بالعديد من الاغاني. انت انتقلت مثل ما قلنا فجأة كذي من ال، هو مو انتقال، ايه؟ انا موجود وللحين انا ما زلت اغني في الاعراس. اللون الاول اللي انا بديت اغني فيه في بدايتي انا اعزف جيتار، يعني شيء مختلف. بعدين بعد وقت قصير التقيت ابو داوود مسي بالخير، سليمان القصار، يعني خذيت منه يعني اساس الفن اللي احنا فننا احنا الكويتيين، يعني أيه. احنا شباب كويتيين. نعم. هذا الاساس، اذا احنا ما تعلمنا الاساس هذا الشيء راح يندثر، يعني الله يعطيهم طولة العمر. ابو داوود يعني 35 او 40 سنه صحيح يغني الفن. أيه. يعني هذا شيء، والشباب توجههم صار كلش مو حق الفن الشعبي. صحيح. اي ما يمنع اذا هذا تعتبر ثقافه، ولو هم الفن مو علم ما يدرس، يعني هذا ثقافه احنا نتعلمها مو غلط. صح. يعني انا عندي اصعب شيء اتوقع المغني اللي يغني الشعبي ويغني بالعروس، هذا اصعب شيء ممكن يواجهه المغني. ايش اللي يخوفك من هذه التجربه ان انت تبلش حتى لو بالسنجل من بعد هذه السنين؟ شنو كانت مخاوفك؟ هو مو مخاوف، في نقطه بدي اتكلم عنها، اللي في ناس تقول فنان هذا فنان شعبي، يعني منظورهم حق الفنان الشعبي هذا فنان يعني سوري انه ما عنده ثقافه ومتعلم على الطار. الفنان الشعبي تعريفه، انا شعبي لان انا اقرب واحد حق الشعب، انا اللي اغني في اعراسهم، وانا اللي اغني في زفاتهم، وانا اللي افرح وياهم واشوفهم اكثر من الفنانين الستار. صحيح. انا كل وقتي ويا الناس. صحيح. وبين ام المعرس وبين ام العروس هذا تعريف الفنان الشعبي. صحيح. هذه الثقافه. في ناس تقول الفنان الشعبي فنان ما عنده ثقافه، لا بالعكس، يعني احنا نغني الوان وايد وعندنا اشكال وايد، وعلى نفس ما قلت هذا مو خوف، لازم اكون دارس الخطه عشان لما بقدم شيء ما يصير انا اكون بالفن الشعبي الناس تقول الله عبد الله حلو والله، ولما هي انزل سنجل الناس تنتقدني. صحيح. يا نزل يقولون الناس هذه كانت خطتك. اي طبعا. صحيح. نعم طبعا، الفن الشعبي يعتبر من اصعب انواع الفنون طبعا، اللي ممكن ان هي تقدم او تغنى، واحنا متشرفين في ان عندنا فنان شاب نفس عبد الله الفيلوتشاوي في انه هو يغني كل الالوان، ويثبت في ان الفنان الحقيقي او الفنان الصح يقدر انه هو يغني كل الالوان. وحين ايش كثر الفنانين يتمنون اصلا ان يبون اعراس، صار من اسس النجوميه ان الفنان او الفنان يغني في اعراس. نحن بالكويت مهما يابوا من ستار، ايه لازم في فنان شعبي، لازم منو يزف العروس، منو يزف المعرس، صح، ومنو يغني حق المعاريس. مهما كان الفنان شعبي ويزف، اذا ما مو بالكويت انا اتكلم الخليج، صحيح، اذا العرس ما في فنان شعبي العرس ما يعني اذا يابوا فنان ستار ممكن يغني له
سامريه واحده عن خاطره يعني صحيح. اللي هو يعرفها يمكن بس هذه يعني، لكن اي احنا لا احنا نغني كل الالوان، نغني الشعبي ناس ما يقولون انتوا تشيلون العرس. طب يعني هذا يعني، وبعدين حتى كتقييم حتى كقيمه الفنان الستاري ياخذ المبلغ الفلاني ويشرط على العرس انا اغني ساعتين ايه، واحنا نغني من 9 ل 1 ل 2 وفي بعض الاراس الله يعطيهم الصحه اهلنا اربع خمس نقعد يعني. فالفنان مهما غنى بيغني ساعتين، هذه مثل نمرته اخو اللي يغني فيها تبيها ويا بعض تبيها مفرق يعني مفترقه ساعه وساعه، بس اللي من اللي تم قاعد الفنان الشعبي. الشعبي كما يطلق عليه اللي هو فنان العرس. احنا فنانيننا شعبيين في الكويت يعني مو وايد، عندنا بلال الشامي، فطومه، ردهان، وعبد الله الفيلتشاوي، سليمان القصار، يعني هؤلاء هم اهم في شباب، في شباب الفنانين، في شباب الحين يعطيهم الصحه. انا ما بيذكر احد وانسى احد، كلهم ما شاء الله عليهم مجتهدين وكل واحد قاعد يحط بصمته الحين. ايه بس طبعا هو الخبره هي إيه طبعا نفس ما قلت من اول الدور، يعني انا الحين صار لي 16 سنه تقريبا. ممكن تغني بلبس كاجوال كذي ولا لا لازم طبعا الزي الرسمي؟ لان احنا نلبس زي الرسمي. إيه؟ انا توجهت حق السناقل عشان بعد هذه نقله ثانيه اني اروح العرس اقدر، بس إيه؟ الحين اذا في زفه معرس في شيء انا ما اقدر ادش كذي يعني. إيه؟ لازم الزي الرسمي ونلبس فوقه مثل الدقله او شغله، اللبس الموحد هذا حق زفه المعرس. نعم، فمستحيل ادش بالكاجوال يعني. نعم، واغاني السنجل اللي طرحتها تكلمنا عنها، نبي نعرف اكثر عنها. اول شيء انا بديت، انا مو شاعر ولا ملحن، كتبت اغنيه ولحنتها. هذه الاغنيه الحين يعني افكر بلشت يعني على ليش انزلها، بس كبدايه تعاملت مع شاعر رياض العوض، وجه له تحيه من السعوديه، وملحن شاب حمد القطان. نعم. كانت هذا كان اول سنجل لي صورتها فيديو كليب. فيديو كليب نعم، بقى اطرك. الحمد لله اول سنجل نزل ما يعني انتقاد عليه انه سيء او في شيء، الحمد لله في اشياء فنيه بسيطه. يهمك الانتقاد عبد الله؟ طبعا انتقاد، لا يعني الانتقاد هو شيء ينجح الفنان مو شيء غلط يعني. اذا انا انتقدت شخص، ترى طبعا انتقاد البناء مو انتقاد اللي يهدم معنويات، ولله الحمد حتى الانتقاد البناء ما لقيت، كل الناس قالوا ما شاء الله حلو استمر وكمل، فهذا اللي شجعني انزل السنجل الثاني. نعم طبعا احنا فخورين فيك كشاب كويتي عبد الله، وحابين نسمع اكثر منك لان صوتك ما شاء الله يعني انا انصدمت من صوتك كلايف، يعني قاعده اشوفك لايف فصوتك ما شاء الله وايد يدش القلب، يعني يدخل في اصوات ممكن توصل حق القلب في اصوات لا، فاكيد احنا نبي نسمع منك اكثر، نبي نتسولف معك اكثر، نتناقش عن السناقي اللي طرحتها، عن الاغاني اللي قاعد تغنيها في الاعراس، بس من بعد الفاصل. باك تستديو الاستكمال فقرات برنامج رايكم شباب، وحلقتنا الفنيه الغنائيه الطربيه الشعبيه اللي راح يسمعنا اليوم ضيفنا الكريم عبد الله الفيلتشاوي مجموعه من الاغاني الرائعه، ومع الفرقه الموسيقيه المميزه مع الرائع عبد الله فاروق. طبعا احلى تحيه حق عبد الله فاروق بتاع صح ناي وايت شاطر في الناي، وايضا في الاورج والكلارنيت يعني ما شاء الله، وايضا محمد ربيعان، يوسف القلاف، واحمد. احلى تحيه حق الشباب ومهندس الصوت وكل الفرقه، فرقه عبد الله الفيلتشاوي. عبد الله الحين انت يعني عملت مثل شوك بالنسبه حق ممكن المستمع، هل تشوف ان الجمهور ممكن يتقبل فنان شعبي بهذا الستايل والشكل؟ اول شيء انا شكلي فنان شعبي الحين؟ لا كلش عشان كذي قاعدين يتقبل فنان شعبي بهالشكل؟ لا في شيء، احنا في مجال الاعراس ما شاء الله خلاص الناس تعرف، مثلا تعرف هذا عبد الله الفيلتشاوي، هذا فلان، هذا فلان. بس في فئه من مستمعين ما يسمعون اغاني الاعراس، فاحنا انا شلون كفنان اقدر اوصل لهم؟ فلازم مو هم طبعا يجون للمكان اللي انا اغني فيه، انا اوصل لهم، انا الفنان وانا عندي رساله. فاذا انا اقدر اوصل هذه الرساله انا اوصل، انا اغني سنجل اشوف فيه قبول، اغني اثنين ثلاث، في فنانين صار لهم سنين يعني
عقب السنين هذه كلهم طلعوا يعني. تبي تنشر ثقافة معينة؟ طبعًا أو نفس ما قلت لك مسافر. في نظرة حق الفنان الشعبي إن هذه إمكانيته وهذا شيء غلط. إحنا عندنا إمكانية. بدأ أتكلم عن عبد الله فلتشاوي، طموح عبد الله فلتشاوي مو الأعراس بس. أنا طموحي ستيج، أصعد مسرح. لأن أنا عندي إمكانية يعني هذا طموحي كون أنا فنان. صدق إن أنا يعني نزلت السناقل متأخرة وبديت أفكر، بس أنا ما فكرت إلا متثقفت بفنون عدل عشان لما أدش المجال الثاني اللي أنا عندي كم هالمعلومات أعرف أوظفها في. يعني اكتسبت خبرة في أن أنت توظفها في المهرجانات. في فنانين الحين شباب يغني سنجل وهو ما عنده ثقافة. صحيح. ممكن ينجح أول سنجل بشكل، هو النجاح مخيف ترى وسهل، لكن صعوبة أنك تحافظ على النجاح. صحيح. في شباب ينجحون بعدين يختفي. يختفي صح. زين ليش؟ لأن إذا ما كان الأساس قوي عشان الواحد يقدر يصعد. صحيح. هيطيح. صحيح. وأنت بلشت في أصعب شيء هو الفنون الشعبية والثقافة في فنوننا إحنا بالكويت. نعم. ثقافة فيها بعدين نزلت السناقل. عبد الله إحنا شوي بنصير طماعين بنسمع منك شيء، شنو راح تسمعنا؟ إحنا بسمعكم شيء شعبي. يلا. يلا. بسمعكم سامرية سعود فاطمة من الشهر. نعم. وإن شاء الله بعد تعجبكم. أكيد. أكيد. تفضل. يا سعود فاتن الشهر 25 ما شفت خلي وخايف عليه من الخبر بين البساتين شرقي حولي وخاف يشوق غرسهم والمنظر الزين ما ينوض لي وما ينوض لي وخاف يشوق غرسهم والمنظر الزين ما ينوض ومحلى قوامه لمشى ما بين فنتين واقبل يهلي واقبل يهلي يا سعود. عاش عاش. تسلم هالصوت يا سعود من اجمل الاغاني التراثيه الشعبيه في تراثنا الكويتي. عبد الله شنو اكثر اغنيه يطلبونها في العروس حاليا؟ يعني نقول الاسبوع اللي طاف مثلا، يعني هالفتره في الاعراس منقسمه صار قسمين. في يعني عروس الحضر تختلف، عروس البدو تختلف. اوكي نمسك البدو، شنو اكثر اغنيه؟ عروس البدو تعتمد على الرتم السريع. ايه الايقاع الاساسي اللي هو الفنهم اللي هو الفرنسي والبدوي. ومن ضمن هذا الأغاني اللي رتمها سريع يعني الخبيتي والدوسري والأشياء هذه. إيه. عروس الحضر طبعا تختلف، يحبون السامري أكثر، البستات اللي هي الرمبة يناعم العود الأشياء هذه يعني رتم الأهدى شوي. أوكي. من طبعا كل ناس لهم أغانيهم. صحيح. نعم. إذا في اهتمام من الشباب، قاعد تشوف شبابنا إحنا بالكويت في اهتمام حق يعني مثل هذه الأغاني الشعبية. اللي ياخذ الفن الشعبي كماده ما راح يقدر يكمل. يعني قليل تشوف انه قليل فيه طبعا ايه، لان هذا شيء يعني هو انه صعب، فاي مجال الصعب يصير ساعات ممل اذا ما حد يقدر يتمكن منه. فتلاقي التوجه يتغير يعني. صحيح. إيه؟ ما حد يعني قال لك ان صوتك يشبه صوت فنانين معروفين كبار؟
كبار يعني. لا فنان احمد الحريبي في احد قال لك صح؟ آه ما انا ما قالوا لي. إيه؟ قالوا لي يمكن البحه شوي. ايه طبعا الفنان احمد الحريبي تحياتنا له من اقوى الاصوات ومدرسه بعد وصوتك وايد قوي ما شاء الله عليك يا عبد الله يعني فنان حقيقي. لا تجاملني بعدين نقول لا تجاملني لا تجاملني من العكس يعني خليك تقول لك على شغله حلو. احنا اذا ما عجبنا ما نعلق تمام اوكي ما نقول سلبي صراحه زينه ايه ما نعلق بس اذا عجبنا اكيد يعني بالنهايه المشاهد يعرف يعني ويعي جيدا في ان عبد الله الفلتشاوي صاحب خامه صوت وايد حلوه ما شاء الله واسمك مبين في السوق يعني مو انا او احنا نقعد نمدحك او نقول لك انت تستحق يعني هذا انا شفت انت قلت احنا انا الشخص هذا الواحد اذا ما قال حلو لا يقول مو حلو بس خليه يسكت هذا صح يهمني هات. صح لا انت رائع بكل حالاتك عبد الله. انا بنعرف احنا انت خطواتك كفنان شنو خطتك في الفتره المقبله علشان تبرز اكثر على الساحه الفنيه الغنائيه الخليجيه؟ طبعا مجال الاعراس الحمد لله احنا قاعد نتطور ونطور الاغاني ايه ونجدد يعني ونسمع شنو اللي قاعد ينزل من فنانين ما شاء الله بالسوق وايد فاي شيء يخدم يعني مجال الاعراس والحفلات قاعد نسوي عشان التطور يعني الناس تبي الجديد عندنا بالكويت ناس عندها ذوق ما حد مو عنده حد صحيح. فاذا انت ما رضيت كل يعني انا لما يجي العرس انا مطرب واحد وفرقتي تخيل في 600 او 800 او في صالات تستوعب 1000 وشوي من الحريم المعزومين يعني فهذه كلهم اذواق مستحيل يعني تلاقي هذول كلهم متشابهين صحيح. اذا ما رضيتهم يعني هذه مصيبه راح يطلع واما بالنسبه حق مجال الاغاني السناقل ان شاء الله في انا الحين قاعد اشتغل باكثر من اغنيه مع بنفس الوقت مجهود طبعا مضاعف لان هذا شيء متعب انت تنتج على نفقتك الخاصه طبعا اي وانا اللي اشرف على شغلي من اروح عند الموزع واروح عند الكاتب واروح عند الملحن وانا اللي اختار ما قاعد شو اسمه طبعا السنجل الثاني الحين ان شاء الله تو نزل قبل اسبوع كان كلمات الاخوان عيال الاماني وجه لهم تحيه نعم عادل الاماني ملحن وفنان مطرب وهو شاب صحيح وعبد الله الاماني بعد نعم. شاعر ومطرب هذول اخوان الفنان يوسف الاماني وجه لهم تحيه كانت كلامهم لحنهم توزيع عبد الله العلي ميكس طيف عادل هذا الشباب هم يعني ما شاء الله الحمد لله العمل وايد حلو نعم يعني احنا مستمتعين وحتى الاغنيه يعني انا قاعده اشوف فيها نجاح صدق نازله قبل اسبوع بس ما شاء الله الحمد لله بسرعه انتشرت وقاعد نشوف نجاح من الجمهور وقاعد يسمعون صوتك يعني لا تبخل جد نزل بلش نزل بعد اغاني لان احنا حابين صوتك هو على قبول انا في قبول على طول راح مرحب اكيد يعني. انا اقول لك اياها اكيد والحين على الهواء في قبول من الناس والاغنيه قاعد تنجح ما شاء الله ان شاء الله توصل حق النجاح اللي انت تبي نبي نسمع شيء ان شاء الله شنو تبي تسمعنا الله يا خوفي عليك الله نبيل شعيل نبيل شعيل نبيل شعيل نعم الله يا خوفي عليك الله يا خوفي غالي وبعمري يبي وشيلك بيوم وانت ما بين الناس وحدك نظيري وغيرك ابد ما جاز فكري وشعوري وانت ما بين الناس وحدك نظيري شعوري من زود أشكي فيك من زود أشكي فيك الله 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 يا خوفي عليك والله
طبعا فيديو كليب هذا اول سنجل حق عبد الله نزلته، سويته فيديو كليب بقى عطرك. كلمنا عن هذا الفيديو كليب. هذا الفيديو كليب اول شيء اشكر الجروب اللي كان ويانا، واشكر مصورين كان ويانا محمد الربيعان ويوسف الحمدان من ارتس جروب، والموديل دينا خلف، الفنانة أنين، يعني جروب كبير ما شاء الله. صورته بالكويت؟ صورناه بالكويت وفي أحد المجمعات. يعطيهم العافية ما قصروا ويانا. الأفنيوز. تحياتنا لهم. إي وجه لهم تحية، وما كان في أي صعوبة، يعني بنفس اليوم إحنا اللي كلمناهم فيه قالوا ما في مشكلة، بس اختاروا المكان واخذوا موافقة من المكان اللي بتصورون فيه. نعم. وصورنا في الكوفي شوب كاكاو بعد ما رفضوا الفكرة. نعم. وكل شيء كان تمام الحمد لله، وصورنا ويعطيهم العافية وطلع ويانا الشيء هذا. من هلا الأعلى إن شاء الله. عقبال الفيديو كليبات الجديدة إن شاء الله، هو من إخراج محمد الربيعان. إيه طبعا هذا يعني هو هذا بعد من الجروب نفسه إحنا الشباب، يعني هذا كله على حسابنا الخاص. حلو. ما في أي سبونسر. حلو. تحياتنا لكم، وإن شاء الله دائما تكونون كذي متميزين ومبدعين وتقدمون فن يليق بالمشاهد والجمهور اللي تابعك يا عبد الله. دائما الفنانين الشباب عبد الله يشتكون ما في دعم، ما في شركة إنتاج تدعمنا، ما في فنانين كبار يدعمونكم أنتوا كشباب. هل هذا الكلام فعلا حقيقي واقعي ولا حجة يستخدمها الشباب؟ توني قلت لك أنا إحنا ما في دعم عندنا، بس ليش أنا عشان ما عندي دعم أقعد أحط رياليل وأقول ما عندي دعم؟ أنا أسعى في الشيء. أول شيء هذا الشيء بيرد لي أنا، وفي شكل بشكل عام بيخدم. إذا المصور الفيديو كليب طلع حلو، المصور لو كان مبتدئ بيستفيد. الموديل لو كانت مبتدئة بتطلع، راح يخدم وايد اشياء، بس هو الدعم يفيد في اشياء ثانيه. احنا الحين لما ننزل سنجل، السنجل وايد مكلف، يعني يعني تتكلم عن 2000 دينار وفوق يعني. ايه. الاغنيه. الحمد لله عندنا خير، لكن انت اذا تبي تتكلم عن البوم، تبي تتكلم انت راح تدش في يعني موضوع وايد كبير. في فنانين مع يعني والنعم فيهم مع الأسف، إحنا هني في الكويت قاعد يصير عندنا في ناس تدعم فنانين. شاف مطرب صغير في السعودية أو في أي دولة، أي دولة من دول الخليج برا، قال عشان هو حاب الفنان ولا هو يدري شنو إمكانيات الفنان، يقول له تعال ويعطي اللي تبي ونزل ألبوم، عشان بس يقولون فلان هو اللي طلع فنان. نعم. وهذا الشيء بعدين هو يفكر طبعا في تفكير تجاري مو فني. اذا مو ممكن الفنانين الكبار يخافون من الفنانين الشباب في انه يسحب البساط ومن هالحكي والكلام؟ مو خوف، يعني ما في احد ياخذ وقته ووقت غيره. يعني احنا نغني حق الفنانين الكبار، استاذ عبد الرويشد، نبيل شعيل، يعني انا لما اغني مهما وصلت من نجوميه هم اخذوا وقتهم. صح. واغانيهم ما زلنا نغنيهم، وحتى احنا يعني احنا مو جيل، بيننا وبينهم اكثر من جيل. للحين ما شفنا فنان كبير يعني دعم فنان شاب ولا سواء اغنيه ولا مهرجان. كدعم هو الوسط الفني. ايه؟ نيت عازف ولا نيت مطرب ولا نيت شاعر. ايه؟ في عدم صعب التفرغ فيه يعني. ايه؟ يعني صعب، وايد صعب. يعني ممكن الحين فنانين بالامارات، استاذ فايز سعيد وجه له تحيه، عنده نجوم وايد من عنده هم طلعوا. صحيح. لكن استاذ فايز يعني بس بالكويت، بالكويت في بالكويت شنو قول قول قول. انا ما ابي اظلم، ممكن فيه، بس انا ما ادري، انا ما شفت. انت ما يعنيك شيء. انا ما شفت، مو حقي. لا لا ما اذا يحاربونك. لا لا ما في شيء اسمه محارب. انا اذا محارب اللي يقول انا محارب هذا ما عنده شيء. احنا صراحه ما شفنا بالكويت ولا سمعنا بالكويت انه صار هذا الشيء. يمكن برا شفنا وعرفنا، بس إن بالكويت إحنا ما شفنا نجوم كبار سووا هذا الشيء. نبي نتكلم عن الأغنية. بوجهة نظرك عبد الله، شنو اللي يعني شلون تعتمد على النجاح؟ شنو الشيء اللي ممكن ينجح أي أغنية سينجل تنزل؟ ناس ما قلت لك بالكويت في أذواق وايد. في ناس تسمع اللحن،
الله اللحن حلو يدش القلب. في ناس يسمعون يبون الكلام يكون مو كلام اللي قلتهم الكلام مش حالك يعني، مع احترامي حق الشعراء، بس مو كل شاعر يعني شاعر يقدر يقول كلام يوصله داخلك يعني اللي تحسه ان لما تغني الاغنيه توصلها. نعم. في ممكن مطرب صوته وايد حلو بس ما الكلام عنده لا يكون. لما يعطونا الكلام هو لانه ما عنده خبره يغني هذا الكلام ما يقدر يوصله. صحيح. مهما ادى فيه ومهما شنو سوى ما توصل الاغنيه. نعم. وفي ناس لا في طبعا في الشباب الصغار يعني يحبون الاغاني السريعه نقازي وكذي، ففي كذا شيء يعني ينجح الاغنيه. اوكي احنا نبي بعد اغنيه، احنا وايد نتطلب هذه طلبات الجمهور والناس وكل من يتابع حلقتنا اليوم، فإن يبون عبد الله الفلتشاوي يغني اكثر. شنو راح تغني؟ غني اغنيه الفنان وليد الشامي. اوكي ما انتظرتك. تفضل. انترو. وما انتظرتك لاني اصلا ما فقدتك، وانت تعرف انك اقرب مني لي، من عيوني من محاتاتي وجنوني، من خفوق في غرامك مبتلي. ما انتظرتك لاني اصلا ما فقدتك، وانت تعرف انك اقرب مني لي، حاتاتي وجنوني، من خفوك في غرامك مبتلي. هي كذا من ربي كلي كلي بين يديك. وقلبي قلبي سلم لي عليه، مبطي ما سير علي. تدري انك ساكن الثنتين هذي، تدري انك ساكن المسكين هذا، يلي بعد الله في الدنيا منادي، ما حسبت حساب لا هذا ولا ذاك. تدري انك ساكن الثنتين هذي، تدري انك ساكن المسكين هذا، اللي بعد الله في الدنيا ملاذي، ما حسبت حساب لا هذا ولا ذاك. ما ادري اشبهك كثير او اشوفك كلهم، وحبك بقلبي كبير يلي من غيرك مهم. ما شاء الله يعني كل اغنيه قاعد تغنيها باسلوبك انت وقاعد تحليها اكثر. عبد الله يعطيك العافيه. ابي اعرف نجاح الاغنيه بالنسبه لك، او خلينا نقول نجاح المطرب انه يغني اغنيه سنجل بس واحده ممكن انها تنجحها او يطلع من بين يعني بين الناس. ممكن اكيد ممكن يعني هذا نجاحها بس، ولا ممكن بس يعني هو طبعا في شويه حظ في الموضوع يعني. يصير اذا الحظ كل شيء يخدم الأغنية، الوقت اللي تنزل فيه الأغنية،
الناس اللي لما تنزل الاغنيه الناس اللي قاعد يسمعونها يعني تكون مثلا الثلاث فئات اللي هم الشباب والفئه الصغيره والناس الكبار. فنفس ما قلنا نتكلم نجاح الاغنيه هو بعد احد الاسباب اللي هو كلام كلحن ايقاع طبعا ما واول شيء واخر شيء طبعا صوت المطرب واداء يعني واحساسه شلون يوصل الاغنيه يعني, يعني هذه كل اشياء تخدم الاغنيه. زين عبد الله انا عندي انتقاد. سالم خاف تزعل؟ لا ما زال. ليش الفنانين الشباب لما يغنون دائما يقرون؟ انا دائما يعني الاحظ هالملاحظه حتى حتى في المهرجانات يعني دائما بصراحه الفنانين الخليجيين اللبنانيين المصريين ما يقرون. انا بقول لك شيء اتكلم عن اني انا كمطرب مطرب مو بس فنان شعبي يعني. شنو تحفظ؟ شنو تقدر تحفظ؟ إذا شمعنا في شيء نحفظه؟ شمعنا الفنانين لبنان ومصر والوطن العربي والأجانب؟ مو حافظ شيء برا، حافظ أغانية هو بس. أنتوا عشان تغنون أغاني وايد؟ إحنا نغني كل شيء. أي مطرب ثاني أتكلم أنا، حتى مطربين بالكويت، مطربين برا، إذا شيء حق فنان ثاني لازم يقرأ. وإذا كان في شيء طبعًا حق يعني مثلًا الفنانين اللي تقول برا أنت مثلًا في لبنان. لما يغني شيء حق مثلا ام كلثوم او حق فيروز قليل تلاقي اللي حافظ إيه؟ لازم يستعين لان هذا شيء يعتبر برا يعني شيء مقدس فاذا غلط راح يصير اكس كبير عليه صحيح. فحتى هو شنو ما كان من نجوميه ممكن هذا الشيء يقلل منه ان هذا غلط بغنيه ام كلثوم مو فنان يصير الانتقاد اقوى من الفنان لو واحد عادي يقول عادي هذا منه عبد الله ما تحس انه ممكن يكون من ربكة الجمهور ممكن يرتبك او انه هو يكون حافظ بس يحط ستاند باي لاغاني قدامه؟ احنا بهذا اللي هو اللي اوصله يعني مثلا انا الحين حاط الاغنيه انا اخذ مثلا اول اغنيه عشان اقدر اني يعني اوصل يعني حق انت يمكن غير لان انت وايد تغني اغاني بس صراحه في فنانين خليجيين اغانيهم وحاط النوته شكرا والله طول الوقت عينه على النوته يعني احس انه ما احس انه حرتك هالسالفه صالح لا يعني انا مو حرتني يعني في فنان يحفظ يعني ما شاء الله في عندنا انت قلت تقول في فنان يقرا نوته من فنان الخليج استاذ وفنان كبير ابو اصيل زاد محمد عبدو ما يقرون نوتة ولا دفتر ولا أي شيء. صحيح. يعني أنا عشان شيء قاعد أقول فنانين الشباب. بعد ستار حسين الجسمي. صحيح. نعم يعطيك العافية عبد الله أكيد إحنا مكملين معاك ورح نستمتع في صوتك أكثر من بعد الفاصل. لكن لا تجيني وتقول ما
يسلم هالصوت ويا سلام عليك يا عبد الله على هالغناء الرائع ما شاء الله. يعني امتعتنا واحنا بنص الاسبوع كنا ويكند حسيت كنا ويكند لان عبد الله الفريتشاوي فرقته موجودين معانا. عبد الله ما فكرت تغني بلهجات واهميه الغناء باللهجات بالنسبه للمطربين؟ ممكن اقرب شيء يغنونه الفنانين الشعبيين الشرقي. ايه اذا في نص حلو يعني كلام احلى من الكلام اللي قاعد نسمعه قاعد يوصلونه لنا الفنانين ممكن اغني. لكن ما شاء الله يعني قولتهم حالات الثوب رقيتها منه وفي يعني صحيح. كل واحد حلو بثوبه يعني انا احس كذي يعني. زين عبد الله ما تحس انها قلت الحين الاغاني اللي باللغه العربيه تصير؟ ايه غنيت باللغه العربيه ولا فكرت تغني؟ لا صراحة. ليش؟ مهما كنت اعرف اتكلم الفصحى يعني بس بعد يحتاج لها يعني مجهود اكثر بعد من الاغاني العاميه يعني او الخليجيه. هي تكون مكتوبه يعني اتوقع تحفظها حتى نفس. لو بقراها هو شنو قاعد اقول تمساء لازم اوصلها ما اوصل حق المستمع اني انا قاعد اقرا لازم اوصلها اني حاسس الجمله اللي قاعد اقراها. صحيح يعني. نعم بس ما تحس ان احنا بدينا في الفتره الاخيره يعني نشتاق حق المفردات الكويتيه القديمه دائما قاموا يعني يستخدمون كلمات احنا ما نستخدمها يعني كبيور كويتي انه مو كويتي 100% ككويتي قح مثل لبيه يعني لبيه ما تعتبر لا مو كويتي كلمه كويتيه فانت تشوف ان هذا سائد الحين على الساحه انه ابتعدوا فنانين عن المفرده الكويتيه يعني انا يعني في لا في مطربين يغنون للحين بس انا ما قاعد يحضرني شيء الفنانين يعني الشباب الحين قاعد يتوجهون يعني انا ما اذكر اسم الاغنيه الفنان علي عبد الله عنده بالبوم اللي فات عنده اغنيتين كويتي كلامهم كويتي بعد بس ما اذكر ماني قادر اذكر الكلام يعني اذا نفس ما قلت لك اذا مو عارفين هم يغنون يعني بعد شلون انا ابين كويتي يعني صح مهما غنيت مثلا دوسري اماراتي اوكي ممكن اوصل بس انا فنان كويتي صح ارد لازم اغني شيء يعني. انزين عبد الله في شباب او اغلب المطربين يحاولون يغنون او شيء ينشهرون بسناقل بالبومات باي مكان ممكن يغني عشان ينشر عشان يطلبونه في الاعراس انت سويت العكس رحت اتجهت الاعراس الاصعب هذا الوقت اللي خذيت انا في صحيح رحت اتجهت حق الاعراس والاغاني الشعبيه وبعدين طلعت انك نزلت سناقل فيعني شنو تحس انه شنو صحيح اللي ممكن يسويه الشاب الكويتي يعني؟ اول شيء الفنون نحن ككويتيين هذا الشيء اللي تعلمته يعني في عند ابو داوود عند فنان باسم الردهان عند وايد فنانين اللي احنا خذينا منهم يعني فنوننا. اللي قاعد يصير الحين انتوا قاعد تشوفون اللي ينجح بسنجل جايب عرس وقاعد يغني ويطلب المبلغ اللي هو يحطه مثلا مدير اعماله او هو يكون هل ياخذون اكثر منكم هما؟ طبعا مع ان احنا نقعد اكثر بس هم ياخذون اكثر ياخذون اكثر والحين احنا اذا تكلمنا عن السر يتضايقون يعني يمكن عبد الله في ناس يقولون عبد الله مل من لوية الاعراس والاغاني الشعبيه فعشان كذي اتجه حق السنايك فانت ايش رايك؟ يمكن لوية العرس يعني تونسني اكثر يعني بس تعقبنا تعودنا على الناس على يلا نبي المعرس يا وتعودنا على الاشياء هذه تقربنا من المستمع يعني مستمعنا احنا قراب حيل نعم على السريع فكرت تمثل ولا لا؟ اذا اعرض علي دور حلو اوكي اوكي ما عندي مشكله لا خلاص اوكي يعني انت عندك نيه او ما عندي نيه بس لكن بكل شيء اي واحد يبدي في ناس قلت لي اذا في خطه في شيء زين خلاص انا راح اكلم لك منتج تحياتنا لكل المنتجين وفنانيننا ونفخر فيك عبد الله عبد الله احنا باقي لنا دقيقتين فنبي اغنيه بدقيقه هذا الطلب المخرجه ساره والبروديوسر عبد الحميد وانا لو علي نقعد لس يا حبيبي يا حبيبي ذكرى يا حبيبي ذكرى بس اول شيء حس فرقتك ما شاء الله كول تحياتنا لكم هذا مدح يا حبيبي وينك انت وين انا يا حبيبي
الله ما شاء الله بالتايم دقيقة. ما شاء الله عليك عبد الله، صراحة استمتعنا فعلا استمتعنا بصوتك اليوم والحديث معك. إذا يمكن ما وصلنا لكم فكرة أو شيء أنتوا تبون تعرفونها فسامحونا يعني. لا بالعكس، بصراحة بدعت ونورتنا وشرفتنا عبد الله، والله يوفقك إن شاء الله ويحفظك ويشوفك من تقدم وتألق إن شاء الله. كلمتك الأخيرة. أشكر تلفزيون الراي. الله يسلمك. اللي يدعم الشباب. وأشكرك صالح وشيخة. شكرا أشكركم. وسامحوني على القصور. ما منقصر. إن شاء الله عجبتهم الأغاني. أكيد استمتعنا بصوتك عبد الله، ويعطيك العافية على وجودك اليوم. كل شكر لك وللفرقة، يعطيكم العافية على وجودكم اليوم معنا، امتعتونا فعلا. بس خلصت حلقتنا ولا ودنا نسمع أكثر. كل شكر لك صلوح اليوم على الحلقة. نشوفكم باكر في حلقة جديدة. رأيكم شباب، مع السلامة. شكرا، مع السلامة. أهلا وسهلا باللي حبي تناسى، وينك حبيبي اللي